السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقدان الأب كسر الظهر ونفس حقيقية. المعنى حقيقي الانطفاء وكسرة الظهر والقلب وفقدان السند والطمأنينة الكاملة هو فقدان الأب. في فقدان الأب بتفقد الأمان والظل الحقيقي والحنية والاحتواء والقوة والحب بلا مقابل. بتتلخص كل الحاجات دي في كلمة أب. اليوم اللي بتدفن ابوك فيه بتحس ان انت ضايع. اليوم دوت لو قعدت عمرك كله وسنين عمرك كلها تتعالج منه مش هتقدر ان انت تتخطوه. احنا النهارده مع حضراتكم بننعي الفنان الراحل صلاح السعدني العمده زي ما كان بيقولوا عليه. اللي حصل يوم جنازه الفنان الراحل صلاح السعدني بجد حاجه مخزيه جدا وحاجه سخيفه جدا من الصحفيين. ايه اللي حصل يومها؟ الصحفيين فضلوا ماشيين ورا الفنانين وماسكين موبايلات وعمالين عايزين ياخدوا منهم كلمه، عايزين يتصوروا معاهم، عايزين يصوروهم، ولا في اي احساس للموقف اللي هم فيه ولا الوجع، ولا حتى لابنه حتى لزوجته حتى لقرايبه حسوا ان لما بيبقى في ميت الناس ما بتبقاش عندها استعداد حتى للكلام. انا عندي والدي متوفي فانا رايح ادفن والدي، انا بدفن قلبي معايا، ما عنديش استعداد صحفي يقف يكلمني او صحفي يمشي ورايا ماسك التليفون مسلط الضوء بتاع التليفون في عيني او انت حاسس بايه. هو انت يعني لو فضلت عمري كله اشرح لك احساسي انت هتفهمه؟ ولا عشان السبق الصحفي وعلشان الترند وعشان تاخد اللقطه تضايق الناس وتوجعهم وبجد يزهقهم؟ الناس بتلوم دلوقتي على الفنان احمد السعدني ان هو شتم احد الصحفيين بامه وسبله بالدين، بس يعني خارج الالفاظ اللي هو قالها والكلام ده كله انا معاه في كل حاجه هو عملها، يعني انا شايفاه قمه قله الادب. صحفي ماشي ورا الفنانه منى زكي، صحفي تاني ورا منى فضالي، صحفي تالت ورا احمد حلمي وبيجروا وراهم وبيشدوهم من هدومهم، ويا فنان يا استاذه في ايه يا جماعه؟ يعني هو الموت ملوش عندكم اي حرمانيه؟ مفيش ان احنا نحترم الميت ونحترم الموقف اللي احنا فيه ونحترم حزن الناس على اللي هم فيه؟ ازاي انتوا وصلتوا للمرحله دي من التدني؟ واحد رايح يدفن ابوه قلبه موجوع مقهور، ده ابوه، ده السقف اللي كان مضلل عليه حتى لو كان عظم في قفه، حتى لو ابوه دوت بقاله سنين بيموت، بس انا النهارده رايح ادفنه، كان قدام عيني ورايح ادفنه. ابويا اللي انا طلعت لقيته قدامي، ابويا الحنيه والامان والعطف والحب بدون مقابل وكل حاجه، النهارده رايحه بفحت في الارض وبدفن ابويا. انتوا متخيلين الموقف؟ فجئنا بالصحفيين زي ما حضراتكم شفتوا في فيديوهات الجنازه بيلحقوا الفنان احمد السعدني، اضطر يطلع لهم العربيه ويشتم ويزعق ويا ولاد كذا ويا ولاد كذا ويسبب الدين، طبعا بعيد عن اي لفظ هو قاله. بس حضراتكم شايفين ان اللي حصل ده صح؟ الفنان احمد السعدني نزل بعدها بيان على الصفحه الشخصيه بتاعته، هقراه لحضراتكم دلوقتي. اول حاجه نزل بوست وقال نداء الى الصحفيين، الى نقيب الصحفيين. على فكره البوست ده يا جماعه من 2019، البوست ده من قبل والده ما يتوفى، اكيد كان في جنازه حد وشاف المهازل اللي بتحصل. النداء الى نقيب الصحفيين، الترخيص لكاميرا تلفزيونيه واحده وكاميرا فوتوغرافيه واحده ومحرر صحفي واحد لتغطيه اي جنازه او عزاء لاي فنان طالما هو شر لابد منه، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج. احنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفيا لحد ما يتدفن، ارحمونا يرحمكم الله. البيان ده 8 نوفمبر 2019 على صفحة الفنان احمد السعدني. جه في 25 مايو 21 نزل بيان تاني او بوست تاني على صفحته، قال الحمد لله هناك ردود افعال واسعة ومحاولات جديدة لإيجاد حلول لمشكلة التصوير في الجنازات اللي أنا شخصيا شايفها شيء سخيف. بيان عاجل، كتاب ونقاد الفن تطالب بتقنين عمل الصحفيين في مراسم عزاء المشاهير،
تناشد رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ناصر جابر، جميع صحفي الفن بالمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بتقنين أداء العمل الصحفي في تغطية مراسم عزاء المشاهير ونجوم الفن، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة التزاحم وافتعال الأزمات في العديد من تلك المراسم، كما حدث في مشهد مؤسف مؤخرا في عزاء الفنان الكبير الراحل سمير غانم. برضو كانت مهزلة، كانت في جنازة الراحلة فاتن حمامة مهزلة لدرجة ان النعش وقع بيها. وتؤكد الرابطة أهمية العمل الصحفي في تغطية تلك المراسم من أجل توثيق الأحداث، ولكن نظرا لما رصدته الرابطة خلال الفترة الماضية من أزمات بسبب الزحام في محاولات تغطية أحداث العزاء ومحاولة إجراء حوارات مع أسر الراحلين. يعني بستأذنكم بس أخرج، عن أنا هقرأ جزء وأعلق عليه. طب أسر الراحلين إزاي هيكلموا معاكم؟ وهم يعني شوية دم يا جماعة، واحد بيدفن حد غالي عليه، إزاي هيقف يعمل حوار صحفي؟ والنجوم والمشاهير لتقديم واجب العزاء، ما يمكن المشهد ما يعكس المشهد بصورة لا تليق بالصحفي ولا بمهنة الصحافة، وتسبب بالإحراج لكل الموجودين. والجدير ذكره أن الموجودين ليسوا كلهم صحفيين، بل هناك عدد من أصحاب القنوات الخاصة على مواقع اليوتيوب، فعلا بيحصل، ومراسلي القنوات الفضائية، وعدد من منتحلي صفحة الصحفيين. وعندما تقع أي أزمة نتيجة هذا التكدس والزحام يتم إلقاء اللوم على الصحفيين فقط دون غيرهم، وهذا أمر غير مقبول. فعلا في أصحاب قنوات عايزين يصوروا وينشروا على قناتهم في الأول، في صحفيين، في جماهير عادية عشان تتواجد وسط الناس ماسكين موبايلاتهم عمالين يصوروا. وسوف تقدم الرابطة بطلب رسمي لنقيب الصحفيين الكاتب الكبير ضياء رشوان ومجلسه الموقر من أجل وضع حلول لهذه الأزمة وآلية لمنع وقوعها مستقبلا، وذلك المحافظة على المهنة وصورة الصحفي. رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الفنانين، يعني واضح ان الفنان احمد السعدني بيعاني من الموضوع ده من زمان. للمرة الثالثة، بوست ثالث يوم 23 مايو، للمرة الثالثة اطرح نفس الاقتراح، وكل رجاء من نقابة الصحفيين ان تتبناه. نرجو من حضراتكم، بما ان تغطية جنازة وعزاء المشاهير الاغلبية تراه امر ضروري، ان تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافي واحد ومصور فيديو واحد، وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصورة على فلاشة لأي موقع صحفي يردها. ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه، ولكم منا فائق الاحترام. هو واضح ان هو بيعاني جدا من الموضوع ده، وبصراحة عنده حق، الموضوع قمة في السخيفة. فياريت ياريت يرحموا اي حد عنده حالة وفاة، اي حد يعني قدروا الحالة الشخص النفسية اللي الناس بتبقى فيها. يبقى في شوية دم يا جماعة، يعني انا مش هقول اكتر من كده، في شوية دم، في شوية احساس، نحس بالناس دي، نحس. ما انتوا اكيد بيحصل عندكم وفاة، انتوا اهلكم مش مخلدة يعني، ترضاها لو ابوك متوفي، انت كصحفي، انت كصحفية، كجمهور عاديين. انا عارفة ان احنا بنفرح، يعني كلنا كجمهور عادي احنا بنشوف فنان بنحبه، بس بتشوفه فين؟ بتشوفه في جنازة. ما انت لو بتحبه حقيقي مش هتعمل معاه كده. شفنا ده حصل في جنازة الراحلة شيرين سيف النصر، واحد الجماهير بيشد الفنان المحترم، الفنان المحترم جدا احمد عبد العزيز من القميص بتاعه، احمد عبد العزيز يقول له يا ولد يا ولد، في الاخر قال له شخط فيه. لقينا برضو بعض الابواق اللي بتتكلم وخلاص زعلوا، هو قالوا له انت ده معاق، انت ازاي تكلمه بالطريقه دي؟ قال لهم انا ما كنتش اعرف انه، وطلبوه طلبوا من الفنان احمد عبد العزيز ان هو يعتذر، وفعلا الراجل محترم جدا طلع اعتذر وقال لهم انا ما كنتش اعرف انه معاق، بس هو استفزني وهو عمال يشدني من القميص وانا ماشي، وعمال يقول له بس يا ولد بس يا ولد، في الاخر حاجه شخط فيه. وانت كمعاق دي حاجه تسمح لك ان انت تشد حد من القميص حتى لو مش فنان؟ ارحمونا يرحمكم.